السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الرياضية أبدوها بأبرز العناوين. مع احتفاظ العراق بحق الاستضافة، تأجيل بطولة خليج 25 في البصرة إلى عام 2023. اليوم القوة الجوية يبدأ حملة الدفاع عن لقبه، والزوراء يضيف الصناعة في استكمال الجولة الأولى من الدوري الممتاز. الشرطة يحسم موقعة الديربي لصالحه أمام الطلبة في دوري الكرة الممتاز. أهلا بكم. قرر المكتب التنفيذي لاتحادات دول الخليج العربي تأجيل بطولة خليج 25 في البصرة إلى العام 2023. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي عبر الدائرة الإلكترونية المغلقة. وذكر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في بيان إن الاجتماع تمخض عن إقرار تأجيل البطولة إلى شهر كانون الثاني من العام 2023، مع احتفاظ العراق والبصرة تحديداً بأحقية تنظيم البطولة بصورة طبيعية كما تم إقرارها. وأضاف أن الاجتماع حدد 30 من حزيران لعام 2022 موعدا نهائيا لإكمال جميع متطلبات البطولة، على أن تستمر لجان التفتيش الهندسية تواصلها مع العراق بهذا الشأن، مبينا أن العراق أوفى بجميع المتطلبات وسيكسب المزيد من الوقت لتهيئتها بأفضل صورة. أكد رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي في حديث للعراقية الرياضية أن أبواب الترشح للعمل في لجان الأخلاقيات والتحكيم ما تزال مفتوحة بعد أن تأجل تشكيلها من قبل الجمعية العمومية، فيما أغلق باب الترشح لمنصبي الأمين العام والأمين المالي. يعني من باب الشفافية فتحنا باب الترشيح للأمين المالي للأمين العام، واليوم آخر يوم انتهت، وراح نشوف الملفات، راح يعني نشوف من الاختيار ان شاء الله يكون، يعني ما اريد اقول الافضل، هم كلهم افضل، بس للمصلحه العامه. هذه ملزمه يعني موجوده في النظام الاساسي بالقانون، مركز تسويه التحكيم والاخلاقيات، ولكن في اجتماع الجمعيه العامه، الجمعيه العامه بالاجماع ارادت تعطي يعني وقت اكثر، لانه هذه مؤسستين مهم عليه، قالوا انه لابد من التريث وايضا فتح المجال للاخرين، واحنا في صدد ان شاء الله نفتح باب الترشيح مره ثانيه حتى نعطي فرصه اكثر للاخرين. عقد الاتحاد العراقي لكره القدم اجتماعه الثاني بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال واعضاء الاتحاد والامين العام للاتحاد محمد فرحان، وتمخض عن عدد من القرارات. وقال الناطق الاعلامي للاتحاد هشام محمد إن من تلك القرارات التصويت بالإجماع على تسمية محمد فرحان أمينا عاما، وتشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد لتقييم عمل اللجان العامة في الاتحاد، كذلك تشكيل دائرة لإدارة المنتخبات الوطنية تتألف من يونس محمود مشرفا على المنتخب الوطني، وغانم عرابي مشرفا على المنتخب الأولمبي والأكاديميات، ومحمد ناصر مشرفا على منتخب الشباب، وخلف جلال مشرفا على منتخب الناشئين. تستكمل مباريات الجولة الأولى اليوم الثلاثاء بإقامة خمس مواجهات، حيث يستهل فريق القوة الجوية حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فريق القاسم على ملعب الشعب الدولي، فيما يلاعب فريق أمانة بغداد نظيره الكهرباء، ويلاقي نفط الوسط على ملعب النجف الدولي الصاعد حديثا فريق سامراء، ويواجه الميناء ضيفه أربيل على ملعب الفيحاء، بينما يحتضن ملعب الشعب الدولي مواجهة بطل السوبر فريق الزوراء مع ضيفه الصناعة. أنهى فريق أمانة بغداد وحداته التدريبية استعدادا لمواجهة الأولى في الدوري الممتاز أمام فريق الكهرباء اليوم الثلاثاء. أحمد ياسين معه التفاصيل. جمال علي يضع الخارطة أمام اللاعبين، يريد أن يبدأ بالتركيز مبكرا ليؤمن على خطوط أمانة بغداد مع الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز والتي سيدشنها أمام الكهرباء. الفريق بالتأكيد الأخوان المدربين اللي عملوا سابقا كان مجهودهم واضح، مجهودهم كبير، احنا نكمل العمل اللي
عملوه. نعم قد تكون بعض الاختلافات من حيث وجهات النظر وخيارات اللاعبين، لكن احنا حاولنا ان نختار اللاعبين اللي هم يتناسبون مع طريقة اللعب اللي نعتقد بها الأفضل للفريق وأسلوب اللعب كذلك. لحد الآن ما نقدر نحكم على الفريق بشكل نهائي، كون بعض اللاعبين لحد الآن خصوصا اللاعبين الأجانب تأشيرة الفيزا ما تمت للحظات هذه، وبالتالي ممكن يتأخرون عن الدوري كذا دور، فصورة الفريق ما تكون واضحة إلا بعد مرور أتوقع 3 إلى 4 أدوار أو حتى 5 أدوار ممكن. الاستقرار على ما موجود من أسماء خدموا الفريق بالموسم الماضي، أضيف لهم عدد من اللاعبين محليين وآخرين من خارج البلاد. المدرب يرى حاجته الماسة لبعض المراكز، فاستقطب لاعبين من نيجيريا هما صامويل إيكو وأكورنوكو، إضافة إلى ساديو أوليفيرا من ساحل العاج وأنتوني نانا من غانا. جاهزين يعني للدوري، كنا معسكر بربيل الحمد لله، يعني معسكر جيد واللاعبين يعني مستعدين للدوري، وان شاء الله يعني نقدم شيء يعني يليق باسمنا. يعني تعرف العام موسم اللي راح كان مركز سابع، ان شاء الله هالسنه نريد ننافس بالدوري. يعني الحمد لله والشكر احنا اللي يعني الكادر التدريبي الموجود حاليا على اعلى مستوى. نتامل من الله سبحانه وتعالى انه يكون انه هذا الموسم ان شاء الله موسم مختلف في نادي بغداد، ونحقق به نتائج طيبه يعني ترضي الكادر التدريبي وترضي الاداره ان شاء الله. أمانة بغداد مستعد بالتمام والكمال، ويرى نفسه على قدر المسؤولية للموقعة الأولى أمام الكهرباء. أحمد ياسين، العراقية الرياضية. وإلى نتائج يوم أمس، خطف الشرطة نقاط مباراة الديربي بفوزه على فريق الطلبة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الأولى من الدوري في استاد الشعب الدولي. وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب السوري محمود المواس، وبهذه النتيجة حصد الشرطة أول 3 نقاط، فيما بقي رصيد الطلبة خال من النقاط. قلب فريق نفط البصرة تأخره بهدف أمام الكرخ إلى فوز بهدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الساحر أحمد راضي لحساب الجولة الأولى من المسابقة. عماد محسن منح التقدم مبكرا لفريق الكرخ، بعدها تمكن حيدر عبد الرحيم من تعديل النتيجة لنفط البصرة، ليضيف زميله مصطفى هادي هدف التقدم لفريقه نفط البصرة. وبهذا الفوز حصد نفط البصرة أول 3 نقاط. نجح فريق زاخو بتحقيق الفوز على فريق نوروز ضمن مباريات الجولة الأولى لدور الكرة الممتاز. البرازيلي لوكاس افتتح باب التسجيل لزاخو، بدا تمكن نوروز الصاعد حديثا من إدراك التعادل عبر لاعبه آسو روستوم. وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة منح الكاميروني فرانك سيدريك الفوز لزاخو بعد إحرازه الهدف الثاني. وفي مباراة أخرى أنهى التعادل السلبي مواجهة النفط ونفط ميسان التي أقيمت على ملعب الصناعة. كشفت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة عن عدد الشكاوى المرفوعة من قبل لاعبين ومدربين في الدوري الممتاز الاتحاد الآسيوي بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية حتى الآن. وقال رئيس اللجنة ماجد ثامر إن 270 شكوى رفعت من قبل لاعبين عراقيين وأجانب ومدربين محليين إلى الاتحاد الآسيوي بسبب عدم تسديد مستحقاتهم حتى اللحظة، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود 72 شكوى داخلية إلى اتحاد الكرة للاعبين ومدربين رفعت ضد الأندية. وأضاف ثامر أن نهاية شهر تشرين الأول المقبل سيكون آخر موعد للديون المترتبة على الأندية، موضحا أن التأخير ليس من صالح إدارات الأندية العراقية المديونة، فالاتحاد الآسيوي لا يتأثر بالتدخلات ولا يجامل، وستحسب تراخيص الأندية المقصرة وتبعد من منافسات الدوري الممتاز. دعت لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد العراقي لكرة القدم إدارة نادي الطلبة الرياضي لإرسال ممثل عنها بشأن دعاوى رفعها 6 من لاعبين الفريق الكروي. وقالت اللجنة في بيان إن على ممثل النادي الحضور إلى مقر الاتحاد صباح الخميس المقبل، ويكون مطلعا على تفاصيل الدعوة المقدمة من قبل اللاعبين علي قاسم ومحمد كريم وإبراهيم عبد نادر ونبير صباح وعلي كريم
وأحمد إياد، وطلبت اللجنة للمدرب يحيى علوان للحضور أمامها في مقر الاتحاد للإدلاء بالشهادة في الدعوة المقدمة من قبل اللاعب نبيل الصباح ضد نادي الطلبة. ضمن بطولة كأس العراق بكرة القدم، تغلب فريق الدجيل على بلد روز بهدفين مقابل هدف واحد. نتابع. استضاف نادي بلد روز الرياضي بكرة القدم على ملعبه نادي الدجيل ممثل محافظة صلاح الدين ضمن بطولة كأس العراق، وبدأ المضيف ضاغطا على مرمى الضيف، لكن بهفوة دفاعية استغلها نادي الدجيل ليسجل منها هدف الشوط الأول الوحيد. الفريق كان شوية تعب إرهاق، مسافة بعيدة من نادي الدجيل من صلاح الدين وتعبانين، فشوية حتى إن شاء الله الشوط الثاني نعزز الهدف بهدفين وثلاثة إن شاء الله. الشوط الأول كان الأداء متقارب بين الفريقين، بس الفريق نادي الدجيل أنه استغل هفوة دفاعية مما أدى إلى إحراز الهدف الأول. وبدأ الشوط الثاني باندفاع كبير من قبل نادي بلد روز، لكن بهجمة مرتدة لنادي الدجيل عزز منها النتيجة ليسجل منها الهدف الثاني، وبعد ردة فعل قوية استطاع نادي بلد روز أن يقلص النتيجة في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بهدفين لهدف لصالح الدجيل. فريقنا اليوم استغل الهجمات المرتدة، وكان تركيزنا على الهجمة المرتدة كون مباراتنا هي في ملعب الخصم، وبالإضافة إلى يعني عندنا إصابات لاعبين اثنين، الحمد لله وفق اللاعبين توفقوا اليوم بأداء الواجبات التكتيكية اللي انطيناهم إياها بالملعب، والحمد لله النتيجة كانت مرضية لنا. هو الأخطاء واردة بكرة القدم، بس أنه تخطأ خطأين يؤدن إلى هدفين تنهي المباراة، هذا شيء صعب وما حاسبينه بالحسبان أبد. ممكن الدفاع يخطأ مرة واحدة ولا على البال لا على الخاطر، بس أنه خطأين واثنين هنا أهداف الحمد لله. شو تسوي هاي كرة القدم، استغلها الخصم كان مركز جدا بالفرص مالته، خطأين هدفين حسم المباراة. الاعتماد على المرتدات واستغلال الهفوات الدفاعية كان هذا أسلوب نادي الدجيل الرياضي، والذي حسم المباراة لصالحه من خلال تغلبه على نادي بلد روز الرياضي بكرة القدم ضمن بطولة كأس العراق. من محافظة ديالى دريد المعموري، العراقية الرياضية. اختتمت يوم أمس الاثنين بطولة العراق يجمعنا بكرة القدم على ملعب الكاظمية الرياضي، ومشاركة ستة فرق من مختلف الأندية العراقية. اليوم اختتام بطولة المرحوم مظفر هاشم تحت شعار العراق يجمعنا، اللي شاركت بها فرق المحافظات اللي هي الرمادي وكربلاء وديالة وفرق بغداد الكاظمية والجيش اللي يمثل الجيش العراقي ونادي الحسين يمثل مدينة الصدر. اليوم هذه البطولة بطولة بها معاني كثيرة، اللي هي لم الشمل والابتعاد عن الطائفية، هذا فد معاني سامية بالنسبة حملها نادي الكاظمية. ثانيا هي استعدادات لبداية الدور إن شاء الله. اليوم البطولة تحت تشوفون تحت يعني جماهير عريقة إن شاء الله اليوم حاضرة اليوم، واليوم إن شاء الله هم ضيوفنا مشرفينا من اللجنة الأولمبية ومن الاتحاد والأخوة الإعلاميين. قبل بداية كل موسم يعني تصير يعني بطولات تنشيطية بصراحة استعدادا للموسم الجديد، وأعتقد القائمين على هذه البطولة ممتنين من عندهم جدا، هي بمثابة الاستعداد للاستحقاق القادم، وبطولة كانت بصراحة يعني رائعة جدا من ناحية التنظيم والتوقيتات، وتزامنت يعني مع قرب بداية موسم انطلاق دوري الدرجة الأولى. طبعا نشكر القائمين على هذه البطولة التنشيطية التنافسية، يعني تعرف المباراة الودية من تلعبها ما بها تنافس مثل ما تلعب بإطار بطولة. نشكر الأخ رئيس الإدارة نادي الكاظمية الحاج سعد العبادي والأستاذ عبد الحميد اللي هو منسق البطولة وكان هو داعم للبطولة. البطولة مهمة جدا حقيقة، ظهرت لنا مواهب وعرفنا مستوى اللاعبين، قلت لك يعني بهاي البطولة اللاعب يبين أكثر مما يبين بالمباريات الودية، راح يعني نظهر يعني نخلي تقييم لجميع اللاعبين المهمة.
مستواهم الفردي والجماعي، وايضا حتى تقييم لعملنا يعني في خلال 8 ايام لعبنا 3 مباريات جهد على اللاعبين، والحمد لله انه قدرنا نحقق البطوله ونعرف اخطائنا، لانه الفريق الجيد والفريق اللي يتطور اللي هو يقلل من الاخطاء ان شاء الله. بطوله وديه تجمع الاحبه وتجمع الرياضيين، انت تعرف الرياضه دائما هي اللي تجمع العراق كله وتوحد العراق. احنا يعني قصدنا انه نجيب من كافه الاطياف العراقيه حتى نوصل رساله الى كل العراق انه احنا يعني وحده واحده ما نتجزأ، وان شاء الله نبقى على هذا. بس احنا بنفس الوقت يعني نطالب بالجهات المعنيه انه النظر الى الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. تعرف انت هذني الفئات هي موصل للمنتخب الوطني، احنا نتمنى تعتني وزاره الشباب وكذلك الاتحاد العراقي بالفئات العمريه وكذلك بالدرجه الاولى وزياده الدعم لهم، لان تعرف هاي كلها في صالح المنتخب الوطني. نظم فريق الشباب الانصار بطوله الرواد الاولى بمشاركه 16 فريقا تكريما للاعب الدولي عباس حسن. مباراة بين رواد نادي الأنصار ونادي العتبة في شبه نهائي بطولة الرواد الأولى لكرة القدم التي تقام في النجف الأشرف على شرف اللاعب الدولي عباس حسن وبمشاركة 16 فريقا رياضيا. يقيم فريق شباب الأنصار بطولة الرواد الأولى باسم اللاعب المنتخب العراقي الكابتن عباس حسون، وهذه مبادرة جميلة من الأخ فلاح حسون بقامة هيك بطولة وجمع الرواد الذي يضم كثير من اللاعبين المنتخب والأندية اللي مثلوا النجف، وفرصة جميلة لاستذكار أمجادهم وبطولاتهم. والحمد لله والشكر التنظيم كان جدا رائع وبحضور يعني فرق كثيرة مثلت مجالس محافظة النجف الأشرف والأقضية والنواحي. البطولة جمعت الكثير من رواد الأندية والمنتخبات الوطنية في أعمار تجاوزت 37، وذلك من أجل استذكار بطولاتهم الرياضية. البطولة هي روادنا النجوم اللي مثلت الأندية ومثلت منتخبات وطنية همات، وتكريما للنجم الدولي السابق الكابتن عباس حسن اللي مثل وشال اسم العراق وشال اسم النجف، أهم له فضل ولازم نذكره. والبطولة تكونت من 16 فريق من الأقضية والنواحي مع المحافظة، وروادنا اللي مواليد من 84 صارت الفكرة لحد ما دون يعني، فاللي عمره 37 سنة أقل أكثر هو اللي يمثل بالبطولة. البطولة سوف تكون سنوية إن شاء الله لدعم الرياضة بالمحافظة أول شيء، وثاني شيء الروادنا حتى تكون لهم شوية فد باع طويل وسمع إن شاء الله بالمحافظة. اللاعبون بدورهم ثمنوا هذه البطولة ووصفوها بالناجحة. بطولة ناجحة كل المسميات، وبطولة راقية على مستوى الرواد، ويا ريت جميع الفرق الرياضية محافظة النجف تحذو حذو كابتن فلاح حسون، والبطولة باسم النجم الدولي أخي الكبير عباس حسن ورافد تعتبر للرواد الرياضيين بالنجف. نشكر فريق شباب الأنصار على إتاحة هذه الفرصة لفريق الرواد، شباب يعني شباب ورواد هي هنا، لتكريم النجم الدولي عباس حسن، وهذه فرصة يعني للرواد لتثبت يعني تكريما لهم، تكريم النجم عباس وتكريم للرواد. لقناة العراقية الرياضية منتظر الشريفي، النجف الأشرف. توج فريق غاز الشمال لكرة السلة ببطولة الشابات تحت 18 عاما بعد فوزي على فريق درب الدخان بنتيجة 71 نقطة مقابل 32 في البطولة التي نظمها الاتحاد العراقي لكرة السلة. فئة الشابات هي فئة أساسية من الفئات العمرية، هي والناشئات، ويحمل يعني الاتحاد خطط كبيرة في تطوير الرياضة النسوية حقيقة، وهي تبدي بالعمر المبكر سواء بالميني باسكت أو الناشئات. هذه البطولة بعد توقف بسبب جائحة كورونا
صارت على كل العراق من الشمال إلى الجنوب، شاركت فيها فرق نسوية. نتاج عمل طويل لمدة 6 سنوات في السليمانية، إنشاء منظمة وبعدين أكاديمية بفضل الله وفضل الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة اللي دعمونا يعني بصراحة بكل شيء، خصوصا الدكتور حسين عميدي ولجنة المدربين والسادة الإخوان في الأعضاء المحترمون، وحتى النسوية مكتب النسوي ساعدونا. شعور غريب البنات فوزوا بهذه البطولة العراق، هاي شعور غريب وحلوة كتير. بنين إن شاء الله ببرنامج كتير فرحانين ربحنا، وإن شاء الله بالبطولات الجاية راح نربح وراح نسوي تمرين كامل هاي المرة ولحتى نفوز مرات ثانية. يهدف اتحاد المواي تاي بعد النجاحات التي حققها إلى توسيع رقعة انتشار اللعبة من خلال إقامة اختبارات للاعبين الموهوبين، بدأها في بغداد وسينتقل إلى محافظات أخرى. عدي حاتم. لا يقتصر النجاح في العمل على تحقيق الأوسمة الملونة في المنافسات الخارجية أو المحلية أو حتى الاحتفال بتحقيق الإنجاز، إنما يتعدى ذلك لتوسيع رقعة انتشار اللعبة، وهذا ما فطن إليه اتحاد المواي تاي من خلال إقامة اختبارات للاعبين في محافظة بغداد، ومن ثم وضع محافظات أخرى ضمن منهاجه لإجراء اختبارات للمواهب التي عشقت اللعبة وأحبتها ودفعت بأهلها للحضور بهم إلى موقع الاختبارات. تفاجأنا بالعدد اللي شارك بالاختبارات، أكثر من 140 لاعب على مستوى محافظة بغداد فقط. هذول اللاعبين مؤهلين انه بعد نجاحهم بالاختبار يشاركون في بطولات اللي ينظمها الاتحاد. طبعا اليوم اللعبة تشهد انتشار واسع وكبير بجميع المحافظات ولكافة الفئات العمرية. لدينا جولة مقبلة ايضا في محافظة الموصل ومن ثم محافظة هوك وبعدها محافظة ديالى. اول مرة راح تشهد هذه المحافظات اختبارات ونشاطات للمواي تاي. والد اللاعب البطل فاضل عباس فاضل الحاصل على بطولة العالم بالمرتبة الثانية، بطولة العالم الافتراضية طبعا بسبب كورونا ما قدرنا نلعب خارج البلد. حفزتني طبعا اللعبة انه اجيب ابني الثاني للاختبارات هنا بلعبة المواي تاي، لعبة ممتازة وتنمي مواهب الطفل واللاعب تحقق لطموحه. طبعا معايير وضوابط خاصة وضعتها اللجنة المشرفة على الاختبارات التي كان أعضاؤها من مدربي ولاعبي المنتخبات الوطنية والذين فوجئوا بوجود خامات تستحق الانضمام لاتحاد المواي تاي بصفة لاعبين يتدرجون تدرجا سليما في البطولات المستقبلية. اكتشفنا بأن خامات جدا رائعة، نساعدهم بأن نشوفهم مؤهلين إلى دخول بطولات العراق وبطولات المنتخبات. فالحمد لله تفاجئنا بهيك نخبة، تفاجئنا بهيك مستويات، وإن شاء الله يمثلون العراق بالمستقبل القريب إن شاء الله. أنا جيت اليوم اختبارات منتخب شباب بغداد، وأنا طموحي إن شاء الله أكبر بهاي اللعبة وأتابعها وأحبها يعني، وإن شاء الله المستقبل اللي يبي. شو اسمك؟ تاج الدين. شو تسوي جاي هنا؟ أتمرن. ليش تتمرن؟ أصعد بطولة. يعني تتحب هاي اللعبة؟ إيه. جاي تختبر؟ شو تشوف إن تقدر تصعد بالبطولة؟ إيه. أكثر من 140 موهوباً تقدموا إلى حلبة الاختبار ويشكل لهم الطموح أن يكونوا لاعبين يمثلون العراق في البطولات المحلية والمنافسات الخارجية، لما لا إذا ما صقلت مواهبهم بالشكل العلمي الصحيح. عدي حاتم، العراقية الرياضية، بغداد. تأهل فريقا نادي التعاون ونادي الكوفة إلى مصافي فرق الدرجة الممتازة لكرة اليد للموسم 2021 و2022،
واختتم دوري الدرجة الأولى بتتويج فريق التعاون ممثل محافظة الأنبار بلقب الدوري وبفارق الأهداف عن فريق الكوفة المستضيف. وكانت نتائج مباريات اليوم الأخير للدوري قد شهدت فوز فريق التعاون على فريق أوروك ب27 هدفاً مقابل 21، بينما شهدت المباراة الثانية فوز فريق الكوفة على فريق الزبير ب32 هدفاً مقابل 27، حيث احتل فريق التعاون المركز الأول، بينما جاء فريق الكوفة ثانياً واحتل فريق أوروك المركز الثالث. مشاهدينا النشرة مستمرة وتشاهدون فيها.